نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج جلسة الحوار الأولى من الصالون الثقافي بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من أساتذة جامعة سوهاج والمختصين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني. المزيد في تقرير الزميلين محمود القاضي وخالد المشنب. صور العنف ضد المرأة وأهم مظاهرها وكيفية إيجاد حلول واقعية للتخفيف من آثار العنف الأسري ضد المرأة وحمايتها الكاملة التي تعد حماية وصيانة للمجتمع، كان ذلك هو محور جلسة حوارية نظمها حزب حماة الوطن بأمانة محافظة سوهاج ضمن فعاليات الصالون الثقافي. شهدت الندوة حضور كثيف من النشطاء والمهتمين بقضايا المرأة بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة الجامعة والتنفيذيين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بقضايا المرأة. في إطار حزب حماة الوطن اليومين دول زي ما حضراتكم عارفين وفي فعاليات كتيرة بالنسبة للحوار الوطني وصالون ثقافي في عدة مجالات مختلفة، فالنهاردة بفضل الله تم عمل صالون ثقافي. صالون ثقافي عنوانه هو العنف ضد المرأة والاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. طبعا احنا عارفين العنف ضد المرأة ده برعاية الأمم المتحدة، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، من كل عام يعني حوالي 16 يوم يتم الاحتفال به، نهايته بعمل احتفال لحقوق الإنسان والقوانين والشرائع اللي هي ايه المفروض يمشي عليها الناس أجمعين يعني. فالنهاردة الحمد لله تم يعني الصالون في وجود نخبة محترمة من فقهاء ونجباء محافظة سوهاج، وكان في وجود النائبة دكتورة رشا إسحاق قائد مجلس الشيوخ والنائبة دكتورة المهندسة رقية الهلالي عضو مجلس النواب وقامات مختلفة من محافظة سوهاج. فاحنا الحمد لله طلعنا يعني التوصيات مهمة تمام، يعني لازم ولا بد يكون في عمل بروتوكول. البروتوكول ده تمام بيتم عمله بيننا وبين جميع الهيئات في محافظة سوهاج، بحيث ان احنا البروتوكول ده نعمل صالونات ثقافية متعددة لنبذ العنف ضد المرأة. الاسم بشوي ممدوح جاب الله، امين مساعد امانة الشباب بحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج. طبعا مبسوط جدا باليوم، اللقاء النهاردة كان مثمر جدا بحضور السادة النواب اعضاء مجلس النواب بالمحافظة بالاضافة لوكلاء الوزارات بالمحافظة، وطبعا تناولنا حاجات كتيرة بالنسبة لموضوع العنف ضد المرأة. طبعا احنا يعني في ابتزاز الكتروني بيتم الفترة الاخيرة كتير جدا، من ضمنها من حاجات اللي هي فيها عنف ضد المرأة. وطبعا الفترة اللي جاية احنا طلعنا بتوصيات من اليوم النهاردة ان احنا ازاي نواجه العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى بعض المهام اللي المكلفين بها كشباب وكدورنا في أمانة الشباب، إن احنا إزاي نوعي الشباب إن هو ما يغصش في موضوع إن هو يبتز حد إلكترونيا أو يبتز بنت عن طريق الإنترنت وبعد كده بيبدأ يهددها والكلام ده كله، عشان برضو لازم نراعي إن الحاجات دي بيبقى ليها سلبيات كبيرة جدا جدا في الفترة اللي جاية. تعرضت الندوة إلى أهم صور العنف الأسري والتحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع. أثنى جموع الحاضرين على ما توليه القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي من دعم كامل للمرأة وما تم لها من تمكين في السنوات الأخيرة، معتبرين ذلك فرصة سانحة للتخلص من كافة صور العنف الأسري. أعزائي المشاهدين، كنا معكم خالد المشنب ولكم مني كل التحية محمود القاضي.